السيد عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي ممثلا عن عمان. Mr. President, السيد الرئيس, distinguished honorable members of the court, أعضاء المحكمة الموقرون, it is an honor and privilege, إنه لشرف وامتياز لي in front of the court, أن أقف أمامكم to present a statement لأمثل on behalf of the government, وأقدم هذه المرافعة بالنيابة عن سلطنة عمان في تلك الإجراءات الشفوية فيما يتعلق بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف لأكثر من 75 عام, والشعب الفلسطيني يعاني تحت الاحتلال, يواجه الظلم, غياب العدالة والمذلة التي يرتكبها الإسرائيليون بحقهم. وفي ذلك الوقت المجتمع الدولي والمنظمات العالمية تفشل في مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاتهم وتحقيق دولتهم المستقلة. اليوم وفي غزة العالم ولمدة 4 شهور يشهد على أسوأ الفظائع وأسوأ أشكال الإبادة الجماعية في العصر الحديث, حيث يستشهد أكثر من 29,000 فلسطيني ويجرح أكثر من 60,000 فلسطيني, بالإضافة إلى تهجير 2.2 مليون يعيشون تحت ظروف لا تطاق, يهجرون من مكان إلى آخر في انتهاك واضح لكل المعايير الدولية. إن الرأي الاستشاري ترى فيه عمان وتدعم الأمم المتحدة والجمعية العمومية في هذا القرار 7724 من ديسمبر 22, والذي طلبت فيه من المحكمة أن تقدم رأيها الاستشاري فيما يتعلق بقضيتين رئيسيتين. الأولى ألف التبعات القانونية الناشئة من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. إن هذا الاحتلال الطويل للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها مدينة القدس الشريف, وكذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيب الديموغرافية وإلى تغيير شخصية ووضع الأرض الفلسطينية, و أيضا تبني التشريعات العنصرية والإجراءات العنصرية. السياسات الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية حسب الفقرة ألف تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال, والتبعات القانونية التي تنشأ على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إن سلطنة عمان تطلب فيما يتعلق بالقضايا التالية وأن تؤخذ بالاعتبار. أولا, انتهاك الحق في تقرير المصير, ما يعني
بأن الاحتلال والمستوطنات والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 من قبل إسرائيل تعيق إمكانات ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابل للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين. إن هناك اتفاقية دولية حول الحق في تقرير المصير، وهذا الحق الذي تتنكر له إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. إن الحق في تقرير المصير حق منصوص عليه، بما في ذلك في المادة 1.2 في ميثاق الأمم المتحدة. إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي طالب في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتين على أساس 4 حزيران لحدود 67. إن مجلس حقوق الإنسان الدولي أكد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، الحق في تقرير المصير، لكن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بالاستمرار باحتلالها ل 75 سنة على المحكمة أن تحدد بأن حكومة إسرائيل عليها أن وبسرعة ودون أي شرط أن تنهي كافة الأنشطة والسياسات والقوانين التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، ويبدأ ذلك بإعلان إسرائيل نهاية احتلالها. إن على المحكمة أن تقر بالمسؤوليات الواضحة الملقاة على كل الدول لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها. ثانيا، إن الاحتلال الطويل والمستوطنات وسرقة الأراضي الفلسطينية وعملية النقل غير القانونية للمواطنين الإسرائيليين من إسرائيل ليسكنوا في المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنما من شأنه أن يخلد الاحتلال ويؤبده في الأرض الفلسطينية. وذي صلة بتلك السياسة تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين وتفرض عليهم نظام وبيئة تهجيرية وتستولي على أراضيهم وتمارس الاعتقال العشوائي وتمارس العنف ضدهم منذ 67. إن عملية التهجير للشعب الذي يعيش تحت الاحتلال وتهجير المواطنين الذي تكون في الدولة المحتلة لاحتلال الأراضي محظور وفق اتفاقيات جنيف الأربعة وما يتعلق فيها بحماية المدنيين في أوقات الحرب. المادة الأولى من تلك الاتفاقية تؤكد بأن كل طرف متعاقد سامي في هذه الاتفاقية عليه التزام أن يضمن الامتثال في كل الظروف.
لتلك الاتفاقية. إن الأمم المتحدة وجمعيتها العمومية ومجلسها الأمن وأيضا مجلسها لحقوق الإنسان وبشكل متسق ومتكرر أدان المساعي أو الجهود الإسرائيلية لإحداث تغيير في التركيب الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التزامات الدول. إن المجتمع الدولي مسؤول لمنع ووقف الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية. مبدأ أساسي في القانون الدولي كما هو في ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن استخدام القوة وبأي شكل أمر محظور، وبالنتيجة لذلك فإن الاستيلاء على الأرض بالقوة غير قانوني. 75 سنة من الاحتلال والمستوطنات اللي بتمارسها إسرائيل وتمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متواصلة جغرافيا، هذا إهانة للمجتمع الدولي. إن على المحكمة أن تجد وتنظر بالمسؤولات القانونية الملقاة على الحكومة الإسرائيلية بما فيها الوقف المباشر لكل الإجراءات غير القانونية، أولا بناء المستوطنات والإطار الإداري والقانوني، وأيضا تفكيك المستوطنات وكل الأطر القانونية الاحتلالية وتعويض المواطنين الفلسطينيين. هناك التزامات على الدول العالم كطرف ثالث، أولا عدم الاعتراف بالوضع القانوني الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. الدول الأعضاء والأطراف في اتفاقية جنيفا وفيما يتعلق بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب عليها التزام بأن تضمن بأن إسرائيل تمتثل مع القانون الإنساني الدولي كما هو في اتفاقية جنيفا الرابعة، بما في ذلك الالتزام بعدم النقل غير القانوني للمواطنين الإسرائيليين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الجمعية العامة للأمم المتحدة لها قرار 77 يطلب من كل الدول وبشكل متسق مع التزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي أن تتبع سياسة عدم الاعتراف وعدم التعاون وعدم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي، وأن تضمن احترام القانون الدولي في هذا السياق. وأود أن أقول لكم بأن النتائج القانونية الناشئة من السلوكيات الإسرائيلية أنه يوجد الآن عملية ضم واقعة تمارسها إسرائيل بحق الأراضي الفلسطينية، وهذا غير مبني على أي مبرر قانوني، لأنه المراد منه الاستمرار في الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. إن سلطنة عمان تدعو أن تؤخذ تلك القضايا بعين الاعتبار. أولا إن سلوك وممارسات القوى الاحتلالية موثقة ومنظمة في القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة واضحة وترى بأن لا يحق لدولة الاحتلال أن تسكن مدنييها في الأراضي التي تحتلها، ويضاف إلى ذلك أن القانون الدولي
يرفض الاحتلال المستمر ولا يشرع الاحتلال من خلال التغييرات الديموغرافية التي يحدثها ومن خلال بناء المستوطنات المستمر منذ عقود، إذ أن هذا الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة الاستيطان تجعل الاحتلال الإسرائيلي احتلال غير قانوني وغير شرعي وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة. ثانيا، على المحكمة أن تحدد أن إسرائيل عليها وبشكل مباشر وبدون شروط مسبقة أن تنهي هذا الوضع غير القانوني، وعلى الدول العالم كطرف ثالث أن تدعم هذه الجهود. جزيل الشكر لكم.